من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة معناها الامتحان. إنما أولادكم وأموالكم فتنة، يعني امتحان. المال الإنسان يمتحن به، الولد الإنسان يمتحن به، المنصب الإنسان يمتحن به، الشخصية الإنسان يمتحن بها. وعلى هذا المعدل، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون. كل إنسان عالم، نبي، خليفة، إمام، أمير، كالناس بلدية لازم يمتحن ويخرج من الدنيا إما راسبا فاشلا وإما رادحا ناجحا. هذا هو. أحسب الناس أن يتركوا، حسب يعني زعموا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني بمجرد قولهم آمنا خلاص نتركهم وشأنهم، وهم لا يفتنون لا يمتحنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني أن الله سبحانه وتعالى امتحن السابقين حتى يظهر الصدق من الكذب والصحة من غير الصحة. أبو غرتاج في إيران، هذا إنسان محقق، يعني محقق، هذا هو رجل خير، أهل خير، يعطي فلوس للفقراء بماش، يبني عشرين دينار لسيد هاشم، يكون لذاك الفقير يحطيه الفلوس. ولا تقول عن محمد، هذا يجي هذا العشرين يأخذ من هذا من محمد ويذهب به يعطيه لذلك الفقير. بعد ربع ساعة يمر على نفس الفقير هو هذا التاجر، يقول له هذا شلونك؟ إذا قال الحمد لله أمورنا تنقضي وكذا، ها الأيام تحصل شيء ما تحصل، لا تلقوا أسبوع ما محصل كل شيء، بالمن سنسعة عشرين دارك. إذا قال لا الحمد لله اليوم حصلنا فهذا الشيء، يعطي 300 دينار آخر، يقول هذا صادق. هو معروف على الخير لكن من هم النوع، مو على الخير وقبل، على الخير وعلى الشكل. إذا فرد تاجر يريد أن يعطي 20 دينار، وفرد مدرس يريد أن ينجح طالبا إلى صف، يمتحن الله خالقنا وباعثنا وجنة ونار ولا يمتحن حتى يظهر الكاذب من الصادق والصادق من الكاذب والمخلص من المرائي والمرائي من المخلص والمؤمن من المنافق والمنافق من المؤمن. الله يمتحن، لكن كل إنسان حسبه يمتحن. الله لا يمتحنني على أن أشرب الخمر وما أشرب، أنا بعيد عن شرب الخمر شي واضح، لكن الله يمتحن ذلك العالم شنو. فرد واحد يخلي عنده أمانة فلوس ولا إيتام أكله خلص سقط هنا. الخطيب الله لا يمتحنه بعد يقام أو ما يقام، شايف الخطيب يقام، الله يمتحنه فوق المنبر وفرد قريز جميل وهذا يبكي الناس كذب، قال هو لم يقله، يمتحنه هنا. صاحب المال الله ما يمتحنه يفتي الناس بالحق أو بالباطل، لأنه هو مو مفتي، هو مو خطيب حتى يكذب أو لا يكذب، يمتحنه أنه يصرف المال في الخير في المشاريع في الدين في الفضيلة في التقوى أو لا يصرف، فهنا يمتحن. الموظف الله لا يمتحنه بامتحان صاحب المال، لأن ما عنده مال، يمتحنه وراء الناس قاعد يمشي أشغال الناس أو يطردهم وتعالى عقب باكر بعد أسبوع بعد أسبوعين وبعد شهر. وعلى المعدل إن شاء الله يمتحنه لا عد مال لا عد علم لا عد خطابة، يمتحنه بالنظر إلى بنات الناس في الشارع. كل إنسان الله جعل له امتحان، من رجل من مرأة من عالم من أمير من وزير من رئيس جمهورية من ملك، حتى الأنبياء الله يمتحنه، حتى الأنبياء هم خاضعون لامتحان الله سبحانه وتعالى. وما يقول لك أن يا وقت أنا امتحنك أبدا، دروس المدرسة أخير السنة يقال لك أنا شو أسأل منك،
في الرياضيات، يا مسألة في الجغرافيا، يا مسألة في التاريخ، يا مسألة في ما أدري فيزياء، يا مسألة وين كلك. فرد مرة مسألة آخر الكتاب، وسط الكتاب، أول الكتاب، وأنت لا تعلم، فتمتحن وترسب أو تنجح. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقولون فرد واحد كان إنسان جدا طيب، من الأخيار صلاته وصومه وحجه وزكاته وخمسه كل أعماله طيب، وهذا كان ينتظر ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه والتشرف بخدمته. وإنسان اللي ينتظر ظهور الإمام المهدي يقول الإمام المهدي ما يتقشمر، من نقول إحنا اللي نتقشمر؟ هذا لازم إنسان ينزه نفسه عن كل معصية، عن كل كذب، عن كل دجل، عن كل كذا. هذا ينزه نفسه كمال التنزيه، من صلاته، من صومه، من أعماله الطيبة، من صدقه، من أمانته، من عدم غيبته للناس. وعلى هذا المعدل نزه نفسه، فالتنزيه كامل. فرد يوم هو مو متزوج، رجل متقي ما عدف ليش الزواج. فرد يوم جاءه فرد إنسان وقال له خفية، هو في نفس منتظر الإمام المهدي، من يقول للناس، ناس ما يدرون نيتي. هذا الإنسان قال له يا فلان؟ قال نعم. قال أنت تنتظر الإمام المهدي؟ قال من يقول لك؟ قال ونفس الإمام. قال عجيب أنت؟ قال كذلك. شنو قال الإمام؟ انتظرك تفضل. هذا علامة معجزة، لأن كل أحد ما يدري أنه ينتظر الإمام. فهذا الإنسان أخبره عن باطنه. الآن في باطنك شنو؟ أنا أدري. في باطنك شنو أنت تدري؟ الله يدري فقط. الأنبياء والأئمة يدرون بدراية الله تعالى لهم، لا أثر ولا عقل. لا بأس. هذا من شدة الفرح كاد أن يطير بعد 20 سنة 30 سنة، ما أدري كم مدة. لأن الشيء الثمين لا يعطى للإنسان اعتباطا، حصل على هذه الجائزة الثمينة. خرج قال أين ينتظرني؟ قال الصحراء ينتظرك الإمام. هو قصة النجف. قال خارج النجف ينتظرك الإمام، لا بأس. إنسان لا يطير. خرج ذهب ذهب ذهب، ترد مسافة، وإذا انشاف خيام اكو جماعة ناس كذا متبين هذوله، وناس مو من هذا القبيل. قال اين الامام؟ قال الامام في فلان خيمة. قال اروح الى خدمتي؟ قال لا، هاي خيمة الا حتى بعد مدة نخبرك الموضوع. شاف الخيمة، خيمة منظمة نظيفة، اكل فيه مرتب، بعد شيء غيبي شيء واضح. دخل الخيمة، اجى هذا الانسان الواسطة بين الامام وبينه. قال هل تحب زوجه؟ يعني ما يشتهيه الانسان طبيعيا وهو موضوع شرعيا ايضا، تناقحوا تناسلوا تكفروا فاني اباهي بكم الامام يوم القيامة ولو بالسبت. راح بعد مدة جاء له بفرد فتاة من ابرع الفتيات جمالا، فتاة يهيئها الامام، وعقد هو هذه الواسطة بينها وبينه وكالة عنها، وهو هذا الإنسان عن نفسه نكح هذه الفتاة زوجة لهذا الإنسان الطيب. هذا الرجل راح، الواسطة راح وأعطى يدها بيده على مثل القاعد، راح خب طبيعة الحال يريد أن يعاشرها معاشرة الأزواج، فرد 10 دقائق كمقدمات ما أشبه شيء، لكن هذا غرقان في الفرح. انتقل بشرى، فهذه بشريان على قول ذاك الشاعر، بشرى لقاء الإمام المنتظر الذي ينتظره، وبشرى الزواج. أحسن شيء هذا. هم بعد ما متقاربين بعضهم من بعض، جاء الرسول الإمام يريد الرواح فرد. قال لكم الإمام ترد 5 دقائق إن شاء الله. 5 دقائق انقضى وبعد مقدمات ما محصل. بعد جاء الرسول مرة ثانية، الإمام ينتظر فرد. 5 دقائق كلها.
الآن خمس دقائق 30 سنة وانتظرها والليل نهار منتظر ويدعو ويبكي ويضرع وصلاة وصوم خير وإنفاق وكل شيء. جاء المرة الثالثة قال الإمام راكب والآن يسير تعال. قال لكم الإمام فرد خمس دقائق بعد قال عمي خمس دقائق وخمس دقائق وخمس دقائق ليس هم أيضا. في المرة الرابعة والخامسة جاء وقال الإمام سافر. قال ما يخالف التحق بالإمام أنا سافر الإمام التحق وإذا به يفتح عينه لا خيمة لا زوجة لا خيام عايش صحراء خالي يتبقى 30 سنة كان ينتظر الزوجة ما ينتظر الإمام حتى هو يسمع. كل إنسان صدقه عن كذبه يبين عند الامتحان. ولا أي إنسان يقول أنا إنسان مزين كل إنسان الآن جيب هذا البلد أفراد أي إنسان تأخذ منهم إما المجتمع يقول طيب وهو يقول طيب هذا كمثال. الآن غدا الحكومة تعلن أن السوق معتبر أي إنسان أخذ من أي شيء هدر يأخذ أشياء وما يأخذ أشياء كويت تقول كربلاء كربلاء تقول نجف نجف تقول قم. إذا الحكومة المحلية قالت الذين هم في البلد قالت إني أحضرت السوق الفلاني هذا كل إحنا الآن أنا أقول أنا إنسان طيب عشان أنا عالم وممشي معه مطيب هو يقول أنا أجير شخصية مطيب هو يقول أنا موظف شخصية مطيب كلنا طيبون واقع لكن طيبون كلنا قطعا أكو في هذا الكل أناس غير طيبين ما أقول كل يروحون لا أبدا كل ما يروحون دائما ما يروحون الكل. ومن أهل المدينة شوفوا الآية الكريمة الله يقول ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق من يعني من أكو ومن أكو كثيرا مع الإنسان يكون من هذا المن وكثيرا مع الإنسان يكون من هذا المن لعله إذا الآن الحكومة قالت أن سوق بندعج مثلا هدر واحد من هؤلاء الذين في المسجد يقول أبدا واحد من الذين في المسجد يصلي ما يروح أما ذاك الكاسب اللي يروح وذاك الموظف اللي يروح وذاك الشاب اللي يروح أيضا هذا قبل الحادث كان يقول أنا إنسان طيب. في الحقيقة أنا كنت أفكر في هذا المثال في الوقت قبل 20 سنة بعدين اتفق رأيت المثال بعيني. كان عندنا في الدكان يم مسجد أوز اللي شيخ عبد الرحيم كان يصلي فيه هذا المسجد إلى جنبه دكان يبيع قرطاسية أقلام قرطاسية حافلة. صاحب الدكان أظن اسمه كان سيد يحيى أظن وانا شايف ذاك صاحب الدكان يكون يمر هناك ذاك قرطاسيه قرطاسيه كبيره مكانه هو عليه مختلف وسائل المدارس وما اشبه فيها. فرد وقت في ايام الشيوعيين ايام عبد الكريم قاسم صار نزاع في كربلاء بين الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي تضاربوا هذول. انا اطلع لان انا سمعت صياح حشنا في نفس الشارع صاير احنا شارع الامام علي. أنا طلعت من البيت أشوف شنو لأن تلك الأيام يومية أكو مظاهرات ومضاربات وما أشبه. طلعت من الحالة شخصية اللي أقول لكم القصة طلعت من البيت أشوف شنو بالشارع صياح. شفت فرد كثيرة كأنه جماعة متحاربين اثنين وجماعة منهزمين وجماعة مسيطرين نزاع بين جماعتين وما أدري عن النزاع بين الشيوعيين والديمقراطيين لا ما أدري هذا الشيء بس أشوف المظهر وأشوف كل واحد جير كل ما أخذ له فريد شيء واحد ما أخذ له محبرة واحد ما أخذ له كذا دفتر واحد قلم واحد مصدرة كل واحد فريد شيء يركضون الجماعة يهاجموهم أيضا. أنا تعجبت شنو هذا الشيء وقفت أحد أصدقائنا يجي وصل لي قام محسن قلت له ليش قال لأنه ما سمعت نزاع بين الشيوعيين صاروا ديمقراطيين تضاربوا قلت ما أدري لا بس أشوف مظهر موجود. كان في الحقيقة البلد خطر الآن
لأن الحكومة تدخلت في الموضوع كذا. قال زين هذا شنو؟ قال هذا نفهر حدد وكانسل يحيى. حسب أي مناسبة وكانسل يحيى ما أدري أنا. قال فهر حدد وكانسل يحيى. أنا رايح أنا رحت أشوف. قال ماذا زعلان؟ قلت أشوف الدكان. شفت هذا الدكان الممتلئ غراب ما فيه. الغلابة هم كلهم أخيار كانوا. كل واحد قبل القصة يقول أنا أقبل الناس، أنا أقبل الناس. من الصدف أنا بالليل ذاك اليوم معزوم حوش أحد أصدقائي. هذا للحوش. صاحب البيت قال لي تعال انصح حفيدي. صاحب البيت قال انصح حفيدي ابن ابني. اسم ابن ابن علي. أذكر لي هذا ولا أنا موجود هو الولد. والجد موجود. قلت أي مناسبة؟ قال هذا من جرد اللي راح جاب طرف وطى الدفتر من دكان سيد يحيى. واحنا نقول على انه عمي انت شلون بقيت ومهدد اموال الناس؟ يقول انتم تفهمون هذا يستحق. هذا هو منطقه، هذا هو لا اكثر ولا اقل. انا مشفت الولد ونصحته وقلت هذا مو زين، عيبة وعائله شريفه، شلون تنهض اموال الناس؟ قول بضع. لكن انت تحتاج الى هذا الشيء؟ هذا كله يسوى دينار. انا اقول جدك يعطيك دينار. أنا شفت هذا الشيء بعيني، شفت قبل 18 سنة. فالدليل مو دليل الآن أنا قاعد هنا وأتكلم وأحكي، هذا هو مو دليل أبدا. والله هميت قشمر بهذا الظاهر اللي أنا عندي. الشاهد على أنه المهم أن الإنسان من الامتحان يخرج ناجح. فأنا صلينا وصمنا وزكينا وحججنا وظاهر طيب معلوم، كلنا إن شاء الله طيبون لا شك فيه. الإنسان لازم دائما يهيئ نفسه لساعة الصفر وساعة الامتحان أنه يخرج ناجحا، ولا طالب المدرسة المسكين هم يتعب ويسهام وطالعة ودراسة وكل شيء، هذا كله مو دليل. يخرج من الغرفة بيده مكتوب جدا جيد جيد 50% 20%، هذا وقت اللي يخرج وبيده ورقته. وهذا دليل على انه هل هيئ نفسه لساعة الصفر او لم يهيئ نفسه لساعة الصفر. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.